حالة ولادة نادرة لكنها تثير الدهشة. سيدة جميلة بعمر العشرينات مرت بأغرب حالات الحمل والولادة في التاريخ، حتى جعلها هذا الأمر تسجل من مشاهير الحالات والأحداث الأكثر غرابة في العالم. وفي بلد تشيك تحديداً لم تحصل هذه الحالة منذ قرابة 500 عام، ولم تذكر هذه الحالة لدى السجلات الطبية للولادة في تشيك منذ أول حالة سجلت عام 1949 حتى يومنا هذا. وفي العالم أجمع تحدث حالة واحدة من بين 300 مليون امرأة. إلكساندرا كينوفا صاحبة 23 عاماً تشيكية الجنسية، لم تكن هذه الولادة هي ولادتها الأولى، حيث مرت ولادة أول جنين لها بشكل طبيعي دون أي خلل أو مشكلة، لكن الحمل الثاني بدأ الاختلاف معها من أول شهر، حيث كبر حجم بطنها بشكل مثير للاستغراب. ذهبت ألكساندرا إلى الطبيب ليخبرها أنها حامل بتوأم، مما جعلها تطير فرحاً بهذا الخبر، لتعود بعد شهر آخر في ذات الدهشة لحجم بطنها الذي أصبح غير معقول ولا مقبول، لتخضع إلى فحص تلفزيوني جديد، فيخبرها الطبيب أن في بطنها 5 توائم مرة واحدة، لكن لم يستطع التعرف على أجناسهم بسبب الضغط الحاصل في الرحم لديها وعدم اتضاح الصورة. بدأت علامات الخوف والقلق مما يحصل يسيطران على ألكساندرا كلما تخيلت ما سيحصل لها عند الولادة، حتى أنها أصبحت محط اهتمام لأطباء النساء والتوليد المتواجدين في منطقتها كافة بسبب حملها وولادتها الغريبين، وأصبحت أيضاً حديث الساعة لوسائل الأعلام التي كانت تنتظر إتمام ولادتها على خير وسلام ورؤية أطفالها 5 كيف سيكون حالهم. حتى الأطباء الجدد الخاضعون للتدريب أتوا لمشاهدتها من كافة أنحاء البلاد، فهي أول حالة بهذا العدد سيتابعونها في تخصصهم. يقال أنه من النادر أن ينتج عن هذا الموقف جميع الأطفال بصحة جيدة، وأن يكون جميعهم أصحاء بلا أمراض، وألا يتعرضوا للموت الفوري بعد خروج أنفاسهم للحياة، لكن الله أراد أن يخرج جميع أطفال ألكساندرا سليمين معافين تماماً وبصحة جيدة، واستطاعت أن تغادر المشفى بأطفالها وهم 4 ذكور وفتاة واحدة وهي بصحة جيدة أيضاً بعد يومين من ولادتها. لكن دائماً ما يكون وراء قدوم الأطفال إلى المنزل خير. كانت الحالة المادية لألكساندرا وزوجها صعبة للغاية، وبعد انتشار قصتها جمع لها الناس أموالا تكفي لرعاية أطفالها حتى يكبروا ويكونوا مسؤولين، وتحولت حياتها للأفضل بعدما كانت تعاني الخوف والقلق والألم.